ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هادشي كيخلع. شوفوا كيف لقاو شخص مكرفص بمدينة الدار البيضاء. استنفرت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء عناصرها إثر الإبلاغ عن العثور على جثة شخص في حالة كارثية وعليها آثار عنف. وحسب ما أوردت مصادر محلية، فإن مواطنين اكتشفوا وجود الجثة بالقرب من دوار صفيح بمنطقة سيدي مومن، وهو ما جعلهم يخطرون المصالح المختصة بالموضوع. وأوضحت ذات المصادر أن المعاينة الأولية للهالك أظهرت أنه كان يعيش حالة التشرد، وهو الأمر الذي كان باديا على هيئته والملابس التي يرتديها. وتبعا لذلك تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، فيما رجحت المصادر سالفة الذكر أن يكون الضحية قد تعرض لجريمة قتل. وموازاة مع ذلك، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لكشف ملابسات هذه الواقعة التي أثارت الرعب والخوف في نفوس ساكنة المدينة. لشخص مختل عقلي كيف لقم العمر 34 سنة، الجريمة التفاصيل ديالها مؤلمة، لأن الساكنة تواصلوا مع عون سلطة خبر رجل الأمن وخبر رئاسة ديالو اللي هو السيد القائد السلطة المحلية في منطقة سيدي مومن بشأن شخص مقصول بطريقة بشعة في انتظار وصول سيارة الطب الشرعي من أجل نقله للمركز. نعطيكم تفاصيل للحد الواقع لأننا خديناها من طرف بعض الأشخاص يعني موثوقين جدا. فهذا الشخص للأسف العينين ما عندوش، ربما لقصر في الجريمة حيدوا للعينين ديالو. أنا كنعطيكم تفاصيل يعني بالدارجة باش تكونوا عارفين أشنو واقع بالضبط بالموضوع. حتى لو كانت يعني وفاة عادية، كانت يعني إذا كانت يعني وفاة عادية وما كانتش يعني ماشي شكوك، ما كانتش حلقة اللي هي كتدعي تدخل رجال الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق، وكذلك حضور رجال الشرطة العامة كدل على أن هناك خطب ما، لأنك كانت الوفاة عادية غتباشر غير مصلحة الدائرة، والديمومة هي اللي غتباشر الإجراء وغتعرض يعني للجثة للتشريح إلى غير ذلك. أما ملي كيكون تشوف الشرطة القضائية وكيجي السيد رئيس الشرطة القضائية وكذلك رجال الشرطة العامة، فالأمر يتعلق بجريمة، وهذا الأمر اللي غادي نعرفوه بجريمة أو بـ 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 يعني الوفاة كانت مختلفة عن الوفاة عادية. أي احتمال فهو وارد، إلا كنقول لك هنا ما كنعرضوش احتمالات أنك حطوا أن المعطيات اللي غنعرفوها الأولية هي اللي غتكون يعني من الساكنة ومن الناس يعني الساكن المجاور، الناس اللي حضروا والناس اللي بلغوا على الجثة، ومن خلال المعطيات من خلال اللي غتعطيها الشرطة القضائية، من خلال النتيجة ديال البحث الميداني اللي كتشرف عليه الشرطة القضائية منطقة أناسي.